دلوقتي معانا تقرير تاني عن الفعاليات اللي تمت في حديقة مكتبة الطفل بمدينة نصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حديقة جميلة جدا، اولا يعني فيها مكان حلو جدا للاطفال ان هم يلعبوا فيه الكيدز اريا، وفي نفس الوقت احنا ككبار نقعد ونستمتع، وفي كافيهات وفي حاجات، ففي فرايتي بصراحة الكبار والصغيرين يستمتعوا بيها. هي بالنسبة للامان يعني والاطفال كويسة جدا، كويسة وفيها امان وراحة للاطفال برضو. لا كويسة الحديقة جميلة جدا، مساحات واسعة وكلها حاجات خضرة كده، وكمان في بازار وفي اكتيفيتيز كتير قوي. ولا طبعا مش أول مرة نيجي، يعني احنا على طول، يعني هما بصراحة عاملين فيها مجهود حلو قوي، وفيها كل الخدمات اللي ممكن نحتاجها من أطفال لكبار. يعني اللي معاه أولاد طبعا، مكان اقتصادي، مكان رخيص جدا، كل حاجة بسعر بسيط، كل حاجة بسعر كويس. المكان بسم الله ما شاء الله مكان واسع على كذا فدان، وما شاء الله مكان كويس يعني يبسط الاولاد والناس ما شاء الله، حتى في سوريين فلسطينيين عرب كتير هنا، اخواتنا العرب. الجنينه كانت حلوه قوي، بعد كده جيت قعدت العب كوره مع اصحابي وقعدنا نلعب لحد ما جيت، وبعد شويه هناكل وهنمشي. انا اتبسطت في الجنينه، ولعبت انا واخويا بالكوره، وفي نفس الوقت الجنينه كانت شكلها حلو وجميله واتبسطت. الحديقه كانت كويسه، والناس كانت يعني تعاملها معانا كان حلو. قعدت لعبت بالسكيت، وفضلنا نلعب كوره، ودخلنا شويه الحديقه قعدنا نلعب. الجنينة حلوة أوي، وانبسطت لعبت مع أخويا الكورة. الجنينة بجد النهاردة كانت ممتعة وجميلة، وأنا انبسطت مع عائلتي هنا في الجنينة، واللعب بجد كانت جميلة، وانبسطت ولعبت مع أخواتي كتير. الجنينة حلوة وجميلة، واتبسطت النهاردة وممتعة مع أخواتي، ولعبنا كورة.